ولأن علو الهمة صفة لازمة من صفات الإنسان المسلم، فإنها فيجب على المسلم أن يتصف بها، لأنه بدونها لا يمكن أن يرتقي بإيمانه، لا يمكن أن يزداد إيماناً، لا يمكن أن يرتقي بمراتب الدين والإيمان، وهي الإسلام والإيمان والإحسان واليقين. فالمسلم عندما يسلم وجهه لله عز وجل فيوحد الله بربوبيته، ويوحد الله بألوهيته، ويوحد الله بأسمائه وصفاته، ثم يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة والرسالة، لا يكتفي بهذا، بل يحتاج إلى علو الهمة ليرتقي من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان. ومرتبة الإيمان هي مرتبة العمل، والعمل يحتاج إلى همة، والعمل هنا أداء الواجبات والانتهاء عن المعاصي والمحرمات. وأداء الواجبات يحتاج إلى همة من الإنسان المسلم. فعلى سبيل المثال، المسلم حتى يؤدي الصلاة لا بد له من همة ليقوم وينهض من فراشه ويصلي مثلا الفجر في وقته، ثم يحتاج إلى همة ليصلي الصلاة في جماعة، ثم يحتاج إلى همة ليصلي الصلاة في وقتها، ثم يحتاج إلى همة ليؤدي الصلاة بإتمام قيامها وإتمام ركوعها وإتمام سجودها وإتمام التلاوة والتدبر فيها. أيضا بالنسبة للصيام يحتاج إلى علو همة من الإنسان المسلم، فلا يكتفي بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع، بل يحتاج إلى علو همة ليكف جوارحه كلها عن معاصي الله عز وجل.